مساء الخير. بعد ما مرق لبنان بظروف مناخيه مثل يلي عم يمرق فيها السنه، افادت مصلحه الابحاث العلميه الزراعيه انه مجموع الامطار هالسنه اقل من المعدل العام السنوي. هيدا بيعني انه القطاع الزراعي مقبل على ازمه رح تسبب بارتفاع اسعار الخضره والفواكه وانخفاض بكميات الانتاج. وفي حال ما بلغت الامطار السنه المعدل السنوي من المتساقطات، رح يكونوا المزارعين مضطرين لري مزروعاتهم من مي الانهار والآبار، وإن شاء الله المسؤولين بالدولة والوزارات المعنية تعمل على اتخاذ تدابير وقائية لحماية لبنان من مرحلة شح وانقطاع الماء اللي واصلين إلى بالصيفية. وبالعودة لطقسنا، طقس شتوي متقلب ومغبر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، أما الحرارة فهي معتدلة والرطوبة متوسطة والهواء قوي ببعض الأوقات، البحر متوسط الموج وحرارة 118 درجة. ليلة طقسنا بلبنان غيم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، أما لبكرة طقسنا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة يلي رح تسجل الليلة على الساحل، إذا عم بتسجل 12 وبالبقى 6 على المرتفعات 7 ودرجتين بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة يلي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية؟ ومنبدأ تحديدا من قبيات 13-24 بطرابلس، جبال 25، فرن الشباك 25، وعم ترجع ترتفع درجات الحرارة بنت جبال 22، وأيضا نبطية 22، 23 ببرمينة، 21 بزحلة، بعلبك 21، وأخيرا الهرمل 25 درجة. بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 35 و75%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و50 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية ناشطة أحيانا. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين بنشوفهم سوا. الليلة بتوصل ل 12 وبكرة بين 13 و25، ونهار الجمعة بتوصل ل 23 وأدناها ليلا 12 درجة. وهلأ ومثل العادة بترككم تقوموا بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا أبو ظبي 28 ومسقط 26، خرطوم 40، وأخيرا برلين 10 درجات. وهيدا كان طقسنا لليلة، أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا.